لانه دكتور سليمان الحيدر رحمه الله عليه محقق، هذا كان جامعه الامام محمد بن سعود بالرياض وبعدين جاء في جامعه الطيبه، يقول المعركه بين الشهداء وبين العريش. سبحان الله، مكانها محدود. نعم، انتم الان جالسين محلهم. تمام. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما راهم، ويعني اول جيش واكبر جيش في الجزيره العربيه، ما في اكبر، ما مضى مثله، وكان جيش مهيب. جيش ابو سفيان. جاء ابو سفيان. نعم. لا لا، ما هو ابو سفيان، ابو سفيان ذاك في العير، ابو سفيان ابو سفيان هو ذكي، لما اقبل هو كان يحتاط هذه القافله. الرسول ارسل خلفها سريه بقياده حمزه وهي متجهه الى الشام. نعم. ففاتت في العوده، ابو سفيان هو انتبه ان الرسول اول كان يريد يعتبرهم، الان يقول يعني محتاط اكثر، والان محمله صعوبه في حراستها، فهو مر قدام العير ورا ورا العير، فراى بدوي على بئر. حقنا قل حق الله بيش الله بيش الله، اي حبيبي.